السلام عليكم اصدقائي في فيديو جديد. واليوم جديد اليوم اخوتي كنتواجدوا في مدينه الدخله الصحراء المغربيه. كما كتشوفوا جينا عند البراد اللي كيتواجد في الشارع ديال مدينه الدخله، رائع جدا. هذا البراد مشهور وقررنا باش نديروا لكم تقديم ديال هذا الفيديو اللي غادي يكون رائع جدا. تابعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي اخوتي، وطلب بسيط بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناة ديالي 200 الف مشترك. فيديو غادي يكون فيه سينيماتيك، غادي تكتشفوا معايا اجمل مناطق خاصة في هذه المدينة اللي رائعة جدا. ها انتم اخوتي، هذا هو البراد، هذا هو البراد ديال الشرطة ديال الدخلة. ها انتم اخوتي، رائع جدا. استمروا معنا وفرجة للجميع. كتشوفوا معنا اخوتي، حاليا كتواجدوا في مدينة الدخلة اللي رائعة جدا، اللي كتواجد في واحد المنطقة في الصحراء المغربية. قررنا باش نبارطاج معكم اي حاجة جديدة في هذا المكان جميل رائع جدا. كما كتشوفوا معنا اخوتي، كاينين الشراطين وعندنا هذا الجامع ديال الدرهم، اي واحد كيعرفو خاص في مدينة الدخلة. وغادي نحاولوا نبارطاج معكم اي بلايص زوينين، ولكن المشكل اللي عندنا في الدخلة هو العجاج، الريح بزاف، كاين العجاج بزاف. قررت باش نجي لكم هاد البلاصه ديال فيها واحد شويه باش يتسمع الصوت. مع الاسف اخوتي ما عنديش الميكرو، رائع جدا، ما عنديش مع الاسف. وان شاء الله غادي نحاولوا نبارطاج معكم اي حاجه جديده في هذه المدينه جميله رائعه جدا. غادي نحاولوا نبارطاج معكم اي حاجه زوينه. المدينه الداخله واحد المدينه كبيره طويله، المربع ديالها كبير وبزاف ديال الحوايج. اش غادي نقول لكم اخوتي، الدخله رائعه جدا، بزاف ديال الحوايج تخيروا خاص بالدخله. بزاف ديال الحوايج تخيروا ديال الابتدائيه. المحكمه ديال الدخله قررنا باش نبارطاج معكم محكمه الابتدائيه. هذه البلاصه فاش كيتحاكموا الناس هنا، فاش كيتحاكموا وبزاف ديال الحوايج. غادي نبارطاجي معكم واحد الحاجة مهمة عند الأمازيغ، ها هي الأمازيغية، المحكمة الإبتدائية من مدينة الدخلة. كما كتشوفوا أختي، الأجواء رائعة في مدينة الدخلة، ولكن كاين الحجاج بزاف.
نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، نتمنى نبارطاج معكم الله الزوينين. هذا الشيء اللي زوين، هذا الورود كما كتشوفوا، هذا الشيء رائع جدا. شوف، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عجبني هذا الورد وقررت باش نبارطاج معكم هذا الورد اللي حدا المحكمه ديال الابتدائيه خاص في الدخله. ايوا القضيه اش غادي نقول لكم، غادي نحاول نبارطاج معكم اي حاجه جديده، حيت بزاف ديال الحوايج تغيروا، لا بزاف ديال البنين، بزاف ديال الحوايج جداد في مدينه الدخله. اش غادي نقول لكم، كيما خليتها تبعوا معنا اخوتي، تشوفوا هذا الاتجاه اشنو فيه. كما كتشوفوا معنا اخوتي، هذا نقول ليه الوالي، بعد الناس نقول ليه البحر. سبحان الله، الاجواء رائعه حاليا. فين كتواجدوا؟ واش دبي؟ لا، مدينه الدخله في الصحراء المغربيه. عندنا جزيره رائعه جدا، اش غادي نقول لكم، كله هنا زوين. باش تجيكم من الاخر، شتي مدينه اللي ما فيها البحر، مدينه ما تنسى. هاد المدينة اللي فيها البحر، مدينة الدخلة رائعة جدا، المناظر خيالية، هنا زوين بزاف، كما كتشوفوا معنا، كل هاد البلاصة ممكن يجيو الناس هنا يستمتعوا هنا. يا سلام 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 يا سلام، هاد الشيء خيال، هاد الشيء رائع جدا. حنا حاليا كنتواجدوا في الدخلة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. واو، واش غادي نقول، رائع جدا، هادشي زوين بزاف، واحد الله جدا، بلاصة رائعة جدا، نتمنى تعجبكم وتبعوا معنا الفيديو.
داخله جزيره رائعه جدا. المهمه البارتي زوينه بزاف كما كتشوفوها. هيا خوتي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هاد البارتيه هي اللي مشهوره في الداخله بزاف، رائعه جدا. وكاين هاد البلاصه كما كتشوفوا بعض المرات على حسب الاخبار، هذيك البلاصه فاش كتوجه البلاصه خوتي باش نقول لكم هاد الاتجاه، هذيك ما عرفتش اش من بلاصه بالضبط، ولكن تما فاش غادي كينقلوا الاخبار كاع البث مباشر من الداخله. ها انتم اخوتي الاجواء رائعه جدا جميله في هذا المكان. هاد الساحه زوينه بزاف، باقي الاشغال مستمره فيها الساحه، ولكن من بعد مده عام ولا تقريبا عامين غادي تشوفوا هاد الساحه في شكل رائعه جدا. وهاد الاتجاه اخوتي كما كتشوفوا ديك الاتجاه فيه كما النافورات، غيكونوا النافورات هنا بحال ربما السونتر ديال مدينه العيون. المهم الاجواء هنا رائعه جدا، الاجواء جميله، واخا كاين الريح كاين العشاش بزاف، ولكن راكم عارفين البلان كيداير، الاجواء هنا جميله. الدخله دبي، اش غادي نقول لكم؟ كنفكر على دبي، دبي الدخله ارعش المنطقه هي مدينه الدخله اللي كتوجد في الصحراء المغربيه، وهنا زوين بزاف. واش غادي نقول لكم؟ جميل. المشكله اللي عندنا حاليا كنعانيو منها هو هذا العشاش، العشاش والريح ما خلاناش باش نشتغلوا بالاريحيه. العشاش الصوت ما كيتسمع، ربما شفتوا الفيديو غادي تكتشفوا كل شيء. هذا هو شارع مولاي رشيد، هذا الشارع جدا، ولكن الاشغال دابا مستمره هنا، ولكن غادي نبارطاج معكم شي حاجه جديده. تبعوا معنا خوتي كما كتشوفوا معنا خوتي، جينا هاد البلاصه باش غادي نقول لكم الجزيره الداخله بحال الجزيره رائعه جدا. حيت اش غادي نقول لكم؟ شوفوا خوتي في هذا البحر، بعض الناس كيقولوا لي وي، وفيها بزاف ديال الحوايج زوينين ممكن تستمتع فيها. هذه هي الجزيره ديال الداخله هي هذه كما كتشوفوا. هذا الشيء رائع جدا، زوين بزاف بزاف، مدينه سياحيه كتواجد في الصحراء المغربيه. هانتوما خوتي شوف شوف، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ملي غادي تجيو لهنا وحذاري راه هاد الحجار كيزلقوا عندكم كامل. هادو قبيله كنت غادي نزلق، غير ربي يحفظني كنت غادي نزلق في هاد البلاصه، وكاين هاد البلاصه حتى هنا كيتكب فيه الماء بحال الشلال. وهاد البلاصه كلها زوينه رائعه جدا كما كتشوفوها، الحجار ديال هنا حذاري ثم حذاري حيت كيتزلقوا. وهاد البلاصه بحال شي جزيره، باش نكونوا واضحين، الجزيرة رائعة خاص ديال دبي في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية. رائع جدا جميل هاد المكان، وقررنا باش نجيو لكم هاد البلاصة اللي جميلة رائعة جدا في هاد البحر كما كنقولوا، رائع جدا بحال الجزيرة ديال الداخلة. أنا سميتها الجزيرة الداخلة، رائعة جدا كما شفتوا فيديو من البداية حتى النهاية. هادشي غير خدت هكا غير شوية، باقي حطوها ما يتصور في مدينة الداخلة، باقي تبعنا المعبر ديال الكركارات والنواحي ديال الداخلة. اشتركوا فعلوا الجرس باش توصلوا أي جديد في مدينة الداخلة والنواحي ديال الداخلة والمعبر ديال الكركارات في الصحراء المغربية. وطلب زيد ساعدونا باش نوصلوا القناة 200,000 مشترك. الموعد ديالنا فيديو جديد. هلاو.